وهذا تاريخنا حافل بدءا من أمهات الأئمة. اتصور تلك الفضليات، فضليات النساء اللي هي من شعوب مختلفة، غالبهم من القارة السمراء، تشوف النوبية، تشوف الأمازيغية، تشوف الفارسية، تشوف الرومية، وإذا بها تجدها تنقلب إلى سبيكة الذهب، تنقلب إلى وجود متأله يعي الإيمان كل الإيمان ويرقى إلى مصاف سيدات النساء. أنا من أشوف السيدة حكيمة سلام الله عليها وهي بنت الجواد، جواد الأئمة، حينما تعلم بفضل أم إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، تخاطبها السيدة نرجس سيدتي، تهوي إلى خفيها لتنتزع الخفين، وإذا بها في المقابل تقول لها بل أنت سيدتي، تخضع لها، تخشع بين يديها، مع أنه هاي منه، هاي بنت الجواد، وهي أخت الهادي، هاي عمة العسكري، ومع ذلك في العصر الحيرة الجدة أم أبي محمد سليل تتحول إلى لسان العصمة لشيعة حفيدها الحجة ابن الحسن المنتظر صلوات الله وسلامه. بدءا من هذه الصديقات إلى أن نصل إلى نماذج أعاظم فقهاء أصحاب أئمتنا، هم من هذه الطبقة، من هذه الشريحة، نماذج ترفع الرأس، تاج على الرأس، تاج فخار، بحيث واقعا الإنسان من يتأمل يحار. يعني هم بالنسبة إلنا واقعا أولياء نعمة، لأنه بواسطتهم وصلت إلينا هذه المعارف، وكم كابدوا من أجلها، تعرف ساعتها قانون الرقية شلون يتحول إلى معهد تعليمي تربوي لصناعة الإنسان، مصنع لصناعة الإنسان، بحيث لا يبلغ شأوه أحد ممن يدعي الحرية. هذه هي الحرية بعينها بصورتها المشرق. انظر إلى نموذج من تلك النماذج، ميثم التمار أحبتي، واقعا هذه الشخصية العظيمة، يعني الإنسان ما يملك إلا أن ينحني أمام تلك العظمة، تلك الروعة، ذلك البهاء. عبد لامرأة من بني أسد، يشترى من قبل أمير المؤمنين فيعتق، تتصور هذا، ويلاصق ويعايش أمير المؤمنين سلام الله عليه في حالاته وشؤونه. يمكن واحد يجي يقول لي ميثم ما نشوف عنه مثلا إلا بعض الومضات، هو هذا الوجود الاندكاكي الذائب بشخص أمير المؤمنين، ايش تتوقع يعني؟ تسمع يصل إلى درجة ينعم بكرم باب مدينة العلم، بحيث ابن عباس يعبر عنه بحبر الأمة، وعلم التفسير الأخذ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ينقل التاريخ بأنه ميثم وهو عبد عجمي معتق يخاطب ابن عباس فيقول له سل عن أية آية، عن تفسير أية آية شئت، ويذكر له بأنه إنما نهل ذلك عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي هو مع القرآن والقرآن معه، الذي عنده علم الكتاب. شلون عظم هذا وأن وصل بحيث إلى هذا المقام. كان عالما بالحديث إلى أن أكرمه أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن أرفده بعلم البلايا والمنايا وعلم مغيبات، كل واحد كيف يعيش وكيف يموت وفي أي زمن
يموت ونحو ذلك من التفصيلات، علم البلايا والمنايا وما الله وما ذلك على الله بعزيز في تفصيلات، إلى درجة بعض العقول المتحجرة والقلوب الصادئة كانت تتهمه بالكذب، ولكن كل مرة كان ما يخبر يطابق الواقع، ومع ذلك هذا جحود هؤلاء الجاحدين.